ما سعت مرة عرب مرة مختلفة مع المغرب فلم يباتوا فيها ورموا الجماع في أول الليل بدري قبل انتهي بعد المغرب دليل ورموا الجماع وذهب وقصروا فذهبوا فطاروا ما حكمه؟ سألوا ولا ما سألوا؟ ما سألوا غلط هذا. كل شيء فعلوا قبل نصف الليل غير صحيح، لا خروجهم ولا تقصيرهم ولا رميهم ولا طوافهم، عليهم يعيدوا الطواف والسعي، وعليهم دمعا رمي الجماع قبل نصف الليل، وعليهم دمعا ترك المزدلف عندما حدوا ما أن تكون الزليل هو الثاني عن رميهم قبل غروب الشمس قبل نصف الليل إذا كان ما رموا يوم العيد، لكن ما عاد الرمي، وعليه أن يعيد الطواف والسعي. والفدي اللي ذبحه بالليل كذلك، نعم الفدي ذبحه بالليل. وشو فدي؟ الهدي فديهم، نعم فدي التمتع يعني نعم ليلة 11 ذبحه، نعم ليلة 11 ليلة العاشر قبل العيد واصبح العيد قبل العيد قبل العيد نعم إذا تعرفت نعم يعيدون أيضا.